بس خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أيضا نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بسيادتك سعادة السفير. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور صلاح. دكتور صلاح، أهمية اللقاء أو اللقاء اللي حصل النهاردة ما بين رئيس السنغال وفخامة الرئيس السيسي، وأوجه التعاون المختلفة، وإعادة بناء أو مساعدة مصر في بناء المؤسسات في الدول الإفريقية بشكل عام. لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة من حيث التوقيت. أولا يعني ستتولى السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم، وفي مواجهة تحديات عديدة بتواجه القارة الأفريقية، سواء كان في الملف الأمني أو الملف السياسي أو الملف الاقتصادي، وأيضا في الملف الاجتماعي بشقي الصحة والتعليم. لا شك أن هذه الأمور جميعا ستحظى باهتمام كبير في المرحلة القادمة، وده الموضوعات اللي تم فيها التباحث في مع بين الرئيسين، سواء في المجال الثنائي أو في المجال المتعدد ويحصل على مستوى القارة الأفريقية. يهمني جدا أن أنا أشير إلى موضوع سد النهضة بصفة خاصة، باعتباره أحد القضايا الهامة المطروحة على القارة الأفريقية، وأيضا مطروحة على المستوى الإقليمي والدولي، لأن هناك دور للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن في هذا الصدد. وإذا كان الملف في الإطار الأفريقي، فرئاسة السنغال الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة بتكتسب أهمية بالغة، مش لأن السنغال فقط دولة ذات دولة محورية في القارة الأفريقية وفي خاصة في منطقة غرب أفريقيا، وإنما لأن السنغال لها تجربة ناجحة فيما يتعلق باستغلال دول حوض نهر السنغال مع دول الجوار، فتوصلوا إلى اتفاق لصالح الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بهذا الأمر في إطار الاتفاقات والقوانين الدولية. هذه التجربة الناجحة الرئيس السيسي أشار إليها في حديثه أمام الأمم المتحدة في عام 2018، وقال إن الأساس حل أزمة سد النهضة إذا كان المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، وإنما أيضا فيه اعتبار آخر وهو الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، تجربة ناجحة لدول متشاطئة على نهر دولي، وكان يقصد آنذاك موضوع نهر السنغال. بالتالي رئاسة السنغال الاتحاد الأفريقي ستنقل بالقطع هذه التجربة في المباحثات، باعتبار أن نهر النيل الأزرق نهر دولي ويطبق عليه القوانين الدولية والاتفاقات الدولية والمواثيق الدولية أيضا. فبالتالي هذه الزيارة وهذه المشاورات التي دارت بسبب قضية سد النهضة، من المؤكد أن سيكون هناك اتجاه قوي للاستجابة للمطلب المصري والسوداني للتوصل لاتفاق قانوني ملزم منصف وعادل عملية الملء والتجهيز، اتساقا مع القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية فيما يتعلق بنهر دولي تتشاطئ عليه كل من مصر والسودان وأثيوبيا، وأن التنمية تكون للطرفين وليس لطرف واحد، مراعاة لمصالح الأطراف الأخرى التي الرؤية الأسيوبية بتهدد الوجود والحياة وتزعزع الأمن والاستقرار. النقطة الثانية فيما يتعلق وكان لها أهمية في هذه المباحثات وموضوع الاعتبارات الأمنية طبعا، سواء كانت في منطقة الساحل أو في منطقة القرن الأفريقي أو بصفة عامة في القارة الأفريقية. وهنا يبدو الاهتمام الكبير بمحاربة الإرهاب بالفكر وليس فقط بالوسائل الأخرى المعروفة التي بتهدد الأمن والاستقرار. السنغال لها دور يعني حيوي في هذا الصدد، لأنها دولة يعني بتتبنى التوجه الإسلامي المعتدل أو الوسطي، ولها دور كبير في هذا المجال في الإطار الثقافي، ولذلك كان هناك اهتمام في العلاقات الثقافية بين البلدين في هذا الصدد، وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بالمجال التعليمي عبر بعثات الأزهر التي تسببها السنغال، وأيضا فيما يتعلق بالمنح الدراسية التي تمنح لأبناء السنغال في الأزهر الشريف، الذي يطلع بدور حيوي في محاربة الإرهاب من خلال الفكر الإسلامي المعتدل.
عظيم جدا. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالإرهاب أيضا، أيوة، هناك دعم لمصر فيما يتعلق بمنطقة الساحل ومنطقة القرن الأفريقي، أيوة، في مواجهة الإرهاب. منطقة الساحل بصفة خاصة تقع بالقرب من السنغال، وهناك مخاوف من أن تمتد النشاط الإرهابي الموجود في هذه المنطقة إلى دول الجوار ومنها السنغال، وبالتالي هناك دعم من جانب مصر واتفاق تعاوني ما بين مصر والسنغال في هذا الصدد، خاصة وأن هناك تواجد لقوى أجنبية في منطقة الساحل لمواجهة الإرهاب، على الأقل خاصة بالنسبة على سبيل المثال فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بل والأمم المتحدة. إذا هذا التعاون هو تعاون ثنائي ويمتد إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة وأيضا في منطقة القرن الأفريقي، على أساس أن الصومال أيضا تواجه مثل طبعا هذا عندها تحدياتها طبعا في هذه المنطقة ومنطقة صحيح. البحر الأحمر صحيح. أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية فنعتقد أن هناك دخل كبير جدا في هذا الصدد، لأن أولا مصر هناك لها دور كبير في السنغال واتجاه قوي لتنامي وتعظم هذا الدور، خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة وأيضا المجال الزراعي وبناء القدرات، وأيضا فيما يتعلق حتى بالمجال الصحي وتوفير اللقاحات وتوفير التمويل اللازم وإنتاجها وتحديث النظم الصحية وبناء القدرات في هذا المجال أيضا. أنا أعتقد أن موضوع الاهتمام بالمجال الطبي ومواجهة جائحة كورونا كان من الموضوعات التي شملها هذا الاهتمام. أود أن أشير أيضا أن منذ فترة قصيرة كان هناك يعني تقرير لمجلس الوزراء المصري بتوجيهات من الرئيس السيسي طبعا للاهتمام بالقارة الأفريقية بصفة عامة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والتركيز على منطقة غرب أفريقيا، وفي هذا الصدد يعني كان هناك تركيز على السنغال بصفة خاصة باعتبار أنها إحدى الدول الواعدة فيما يتعلق بالنشاط التجاري. هو اهتمام مصر بغرب افريقيا كان شديد الوضوح، يمكن كمان خلال سنة 2021 كانت شديدة الوضوح الحقيقة خلال هذه الفترة الماضية اصبحت جلية امام الجميع. انا بشكرك جدا سيادة سفير دكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الاسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقية.